سارة وهيب الزوقري من اليمن، حاليا أعمل كصحفية ومقدمة برامج في اليمن تايمز. إحنا كعرب دائما وفي شعاراتنا نرمز للاتحاد، الوحدة العربية، الأصل العربي، لكن حدودنا مختلفة ولهجاتنا مختلفة وسياساتنا مختلفة وحتى عاداتنا مختلفة، بس لقينا أن اللي اجتمعنا عليه هو فساد الحكومات، الظلم، القهر، نسبة البطالة، الفقر. أجا الربيع العربي وجمعنا على الرغبة في التغيير، على الرغبة بمحاربة الفساد. الشعوب طلعت وطالبت ونجحت وفشلت بنفس الوقت، دماء الكثيرين راحوا، وللأسف هذا لم يكن دافع عشان نبطل من التعصب الطائفي والحزبي والمذهبي. الصيف وصل والشمس حارة والرطوبة عالية هالسنة، بس أتمنى أنه صيفنا هذا يميل علينا بنسمة هواء. أتمنى أنه صيفنا هذا يكون غير، يكون كل فرد من المجتمع متقبل الآخر بكل توجهاته، سواء الحزبية، السياسية، المذهبية. نتعلم كيف نتعايش مع بعض بدون فرض أحكام، بدون قتل، بدون عصبية. أتمنى أنه شعوبنا تصير تفكر، مش لما أي رئيس حزب أو مذهب أو دولة يقول البسوا أحمر نلبس أحمر، يقول اقتلوا نقتل. مش كل شيء حاضر سيدي. اللي حاصل انه كل واحد يفكر بمصلحته، بمصلحة جيبه، اما مصلحة البلد ما فيش. العاب سياسية على تكتلات حزبية. طفشنا من هالوضع، نشتي نعيش.